طبعا نحن قلناها قبل ونقولها مرة ثانية، وطبعا كان ضيفكم حتى عم يشرح يعني موافق بالرأي بأغلب النقاط. طبعا مدينة مندش طبعا مدينة تحررت منذ حوالي سنتين يعني من تنظيم داعش مع القوات التحالف الدولي، وطبعا فرنسا هي جزء كمان من ضمن التحالف الدولي، ولكن حاليا في خطوط الجبهات هي فقط قوات أمريكية مع قاعدة جديدة في منطقة الشمال في الجبهة الشمالية. نعم. هي قاعدة جديدة للأمريكان يعني موجودة، هي قوات خاصة متواجدة منذ فترة بعد تهديدات أردوغان لمنطقة منبج، يعني حاليا موجودة هي قوات تحالف بقوات خاصة مع قوات مجلس منبج العسكري متواجدين في خطوط الجبهات لحماية أي تدخل على مدينة منبج. طبعا قوات التحالف موجودة بأسلحتها الثقيلة وبأي شيء يعني موجودين هي على الدفاع عن مدينة منبج، يعني بعد زيارة بعض القيادات من الجيش الأمريكي لمدينة منبج مع قوات السياسية أعطوا طبعا ضمانات أنه لقيادات مجلس منبج العسكري وللإدارة المدنية أننا متواجدين في مدينة منبج ولن نخرج، سوف ندافع عنها بأي شكل من الأشكال. حاليا بنوا قاعدة جديدة وقاعدة عم تتوسع، طبعا كان في قاعدة قديمة موجودة في مدينة منبج وحاليا توسعت كمان بإضافة إلى مقاتلين من الجيش الأمريكي جدد، طبعا وسعوا الجهاد القاعدة وحاليا تواجد زيادة عناصر من المقاتلين الأمريكان. نعم، بتحدث عن زيادة العناصر، يعني فرنسا هل أرسلت أي تعزيزات عسكرية جديدة إلى منبج؟ طبعا نحن قلنا فرنسا من ضمن التحالف الدولي، ولكن حاليا بشكل رسمي لا يوجد قوات فرنسية في خطوط الجبهات، فقط هي المتواجدة هي قوات أمريكية حتى الآن. نعم. طيب بشأن أيضا تركيا، يعني هل هناك أي تحركات يعني تركية على خطوط التماس هناك؟ طبعا بعد سيطرة الأتراك على يعني طبعا على منطقة عفرين. نعم. طبعا كانت أغلبية الفصائل توجهت اللي مرتزقت درع، طبعا درع الفرات اللي كانوا متحاركين مع تركيا ذهبوا إلى منطقة عفرين بعد احتلالهم لمدينة عفرين، طبعا رجعت بعض الفصائل وأخذت على خطوط الجبهات زايدون على خطوط الجبهات مقابل منبج، وطبعا والأغلب اللي انسحبوا من الغوطة أتوا وسائل أحرار الشام بالذات، يعني أقصد فصيل أحرار الشام أعطوهم نقاط تمركز مقابل نقاطنا اللي على خطوط الجبهات من تواجد لأحرار الشام مع تركيا، طبعا اخذوا نقاط مقابل منطقه منبج حاليا متواجدين يعني باعداد يعني طبعا. طيب يعني على هذه النقاط سيد محمد يعني هل جرت اي اشتباكات؟ طبعا لا، حتى الان لا يوجد اشتباكات، هي اشتباكات من مسافات بعيده باسلحه فرديه فقط. نعم. او سلاح دوشكا، ولكن لا يوجد اي شيء من الاشتباكات الحقيقيه، ولكن في تواجد باستمرار القوات الامريكيه على مدار 24 ساعه، يوجد دوريات حتى ترصد اي اشتباكات من طرف التركي، ولكن لا يوجد اشتباكات يعني بشكل مباشر. يعني الاوضاع هاديه جدا يعني في مدينه منبج، ولكن الفصائل اللي اتت من الغوطه يعني صارت تمركزها يعني تركيا دخلتها مقابل منبج، يعني حتى تكون بنقاط تمركز مقابل منبج.